visocej. A za mene nije živika. واحدة واحدة بيجيبوا الأكل هنا، الأكل خلاص حاجة بتطلب حاجة تانية. تفضلوا معانا. ما شاء الله ما شاء الله. هاي جاي الجمبري. انا ليه بوريكوا الاطباق؟ انا بوريكوا الاطباق عشان اعرفكوا ازاي الناس ذكية بتحافظ وبتشتغل دايما تركيزها على عدم تحضير الاكل. بيكون بتطلب طلب ويكون قليل وعايز بتطلب تاني. Grazie. Grazie. يعني ده مثلا الطلب. طب احنا هنا اوبن بوفيه. ده مثلا الطلب. عايز مفيش مشكلة. تطلب تخلص وتطلب تاني. فده قصدي يعني من تصوير الأطباق.